أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق مبادرة ممارسة دوائية متميزة ميت مشروع التطوير، وذلك بهدف تطوير الممارسات الصيدلية في مصر، وتساقا مع توجيهات الدولة نحو تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية بشتى قطاعات الدولة. مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة ينضم إلينا الزميل كريم رجب مراسل إكسترا نيوز. كريم، أرحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية. مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة بالطبع لديك كريم، تفضل. نعم ندى، يعني هذه المبادرة تستهدف تطوير قدرات ومهارات الصيادلة في كافة المؤسسات، سواء كانت مؤسسات تابعة للحكومة أو غير ذلك من المؤسسات التي تقدم أدوية وغير ذلك من هذه الخدمات للمواطنين. هذه المبادرة بتستهدف أيضا أن يكون هناك دواء آمن وفعال يقوم باستخدامه المواطن الذي يتوافد على أي صيدلية، سواء في المستشفيات العامة أو حتى المستشفيات الخاصة. هذا المشروع يعني تقيمه هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد أيضا من شركات الأدوية. هذا المشروع سيقام على ثلاثة محاور. المحور الأول وهي المرحلة التمهيدية، والتي يتم فيها تأهيل وتطوير مهارات الخاصة بالصيدلة المشاركين في هذه المبادرة، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية والمرحلة التنفيذية، والتي سيتم فيها اختيار كل شركة أو كل فريق عمل سيقوم باختيار مشروع بحثي، وسيتم العمل على هذا المشروع وإجراء الدراسات المختلفة، وبعد ذلك ستكون المرحلة الثالثة في هذا المشروع هي مرحلة التقييم واختيار المشروعات المتميزة حتى يتم تعميمها على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم الاستفادة من خلال هذا المشروع. هذا يعني المشروع يستهدف الحصول على 100 مشروع تطويري من يتم تطبيقه مستقبلا من خلال هيئة الدواء المصرية، وسيكون هناك مكافآت خاصة للفرق المتميزة في هذا الإطار. تم التقدم حتى هذه اللحظات نحو 6900 صيدلي لهذا المشروع، وسيتم توفير كافة البيانات والمعلومات بالإضافة أيضا إلى الكورسات أو الدورات التدريبية الخاصة حتى يكون هناك فرق عمل بحث حقيقي تستطيع أن تقوم بتقديم خدمة متميزة للمرضى في كافة القطاعات، ومن ثم الحصول على دواء آمن وفعال. باختصار هذه هي التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة، والعودة إليك مجددا في الاستوديو. نعم الزميل كريم رجب، أنا بشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات.